مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل، بنتواصل معكم في مجموعه من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم. طبعا يهتم المصريين كثيرا في هذه الايام بالحوار الوطني. مجموعه كبيره من الزخم شهدتها جلسات الحوار الوطني المختلفه على جميع الاصعده، الصعيد السياسي، الصعيد الاجتماعي، الصعيد الاقتصادي، مائده حوار مفتوحه بين جميع القوى السياسيه ومن خارج ايضا القوى السياسيه. لجان مختلفة في المحاور الثلاث، كل محور لديه مجموعة من اللجان، كما قلنا في المحور السياسي مجموعة من اللجان، في المحور الاقتصادي مجموعة من اللجان المختلفة، في المحور الاجتماعي أيضا مجموعة من اللجان المختلفة. خرجت هذه اللجان بمجموعات من التوصيات المختلفة، تم صياغة هذه التوصيات من مسؤولي اللجان وتقديمها لمقرر اللجان ومساعدي المقررين حتى يتم صياغة هذه المجموعة النهائية وعرض هذه التوصيات على السيد رئيس الجمهورية. ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أعلن أن مجلس أمناء الحوار قد أنهى اجتماعاته برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبد الفتاح السيسي على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة. من جانبه رحب الرئيس السيسي بهذه المقترحات والتوصيات، وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان. وتابع السيد الرئيس: أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحيات القانونية والدستورية، كما ستأقدم بما يستوجب منها للتعديلات إلى التعديل التشريع إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية. في هذه الحلقة سنتحدث عن الحوار الوطني، وهل قام هذا الحوار بدوره الأساسي وهو التقريب بين وجهات النظر والقوى السياسية؟ سيكون سؤال حلقة الليل اليوم كالتالي: كيف استطاع الحوار الوطني بناء وتعزيز الثقة بين كافة القوى السياسية؟ طبعا مشاهدينا الكرام، يمكنكم المشاركة بإدلاء بتعليقاتكم، مقترحاتكم دائما مرحب بها على صفحتنا بهذا اللوجو على الفيسبوك، صفحتنا الوحيدة في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا في انتظار تعليقاتكم على هذه الصفحة. دعوني أخرج إلى تقرير سريع ضعنا في موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. استجابة رئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني التي جرى رفعها إليه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها، تؤكد حرصه على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته. قرار الرئيس السيسي يؤكد جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، ويأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد. استجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقة بخطوات ل يعني الحوار وإدارة الحوار، لأنه الرئيس يفاجئنا دائما باستجابات منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرورا بالإشراف القضائي الكامل وصولا إلى هذه الجلسة المهمة من عمر مجلس الأمناء والتي تمخض عنها يعني عشرات القضايا والمشروعات القوانين والقرارات التي تم رفعها، وستستمر إدارة الحوار في تقديم المزيد من الموضوعات والقضايا إلى السيد الرئيس. وبالتالي هنا يعني نعتبر أن هذه الجلسة هي أحد أهم ثمار الحوار الوطني على مدار 100 يوم. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على استجاباته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني التي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه الرئيس إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية. وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من جميع المقررين والمشاركين في الحوار من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول خدمة الوطن والمواطن. مشاهدينا الكرام، قبل أن نستكمل معكم هذا الحوار، دعونا نتابع هذا الاجتماع للإيكواس
حول التدخل العسكري في النيجر، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة، فلنتابع هذا الجزء. الراسنة منذ أن أصبح رئيسا لهذه اللجنة، وتمنياتي الحارة هي أن نتمكن جميعا من الاستمرار بتوفير الدعم الضروري للاستمرار بعمل أطقم عمل الدفاع والإنقاذ، وذلك لمواجهة التحديات كافة. كما أود أن أحيي زملائي لأنهم اعتبروا تمكنوا من الحضور إلى هذا الاجتماع في هذه المهلة الزمنية القصيرة، وأتمنى أن نتمكن جميعا من الاستفادة من بعضنا البعض والمشاركة في هذه المداولات لمعرفة كيفية مواجهة التحديات المشتركة. وأتمنى لنا جميعا اجتماعات مثمرة، وسأطلب منكم جميعا أن تعملوا على ما هو لازم للاستمرار بهذا العمل. شكرا جزيلا لحضوركم ولنبدأ هذه الاجتماعات. إذن بدأ اجتماع رؤساء الأركان في تابعنا مشاهدينا الكرام هذا الجزء البسيط، وسنتابع معكم. هذا هو اجتماع الإكواس، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. رؤساء الأركان في هذه الدول للإكواس تجتمع الآن لدراسة وبحث إمكانية ومحاولة التدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع بازوم إلى سدة الحكم. سنتابع معكم المزيد مع فقراتنا الإخبارية ومتابعتنا الإخبارية. نعود لموضوعنا، وكنا نتحدث عن الحوار الوطني في مصر، التوجه نحو الجمهورية الجديدة. وكما تابعتم معي منذ قليل هذا التقرير، تحدثنا فيه عن هذا الحوار، تحدثنا عن جزء، وأن التوصيات تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال أنه سيوجه للحكومة لدراسة مجموعة من هذه التوصيات، وأيضا إلى الجهات التشريعية لدراسة ما يمكن تغيير من تشريعات في إطار هذه المقترحات من الحوار الوطني. معي عبر الهاتف الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. أستاذ ناجي تحياتي وأهلا بك. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا. يعني مبدئيا احنا سؤالنا، هل قام الحوار الوطني بالتقريب بين وجهات النظر وتعزيز الثقة بين كافة القوى السياسية؟ قبل ما نجاب على هذا السؤال اسمح لي أسألك، إيه أهمية الحوار الوطني في وجهة نظرك؟ الحوار الوطني الناس بتقعد تتكلم مع بعضها، ناس احزاب سياسيه العلاقات بينها يعني شبه مقطوعه على مدى سنوات. جه الرئيس السيسي القى حجر في هذه المياه الساكنه، فحرك الاحزاب الحزبيه المصريه على مدى 14 شهر، فشهدت نشاطا وتقاربا ومناقشات بين الاحزاب وبعضها لم تشهده على مدى عقود مضت. وبالتالي الحوار الوطني كان حاله لابد منها، حاله حواريه مصريه تفتح المجال العام اللي بتناقش الناس مع بعض، بتناقشهم قضايا بتهم المواطن المصري، تحديات بتواجه الدوله المصريه. وكان الرئيس السيسي يعني اقسم الرائع هو يحدد في دعوته لوكاله الحوار انه لا اقصاء لاحد، لا خطوط حمراء الا من تلوث هذه بدماء المصريين، ودي اللي اجمع عليه كل الاحزاب المصريه، احزاب مولاه واحزاب معارضه. الحاله التي عاشتها مصر على مدى 14 شهر لم تعيشها منذ الجمهوريه الاولى اللي تسير في عام 1953. حوارات مستمره بين احزاب وبعضها البعض، بين مجلس الامناء، بين احزاب مولاه واحزاب معارضه، بين احزاب مولاه واحزاب مولاه، بين احزاب معارضه او احزاب معارضه اخرى مستطرفه. حاله من الحوار الجاد القوي،
والكل فيه يعني ارتفع على مستوى المسؤوليه الوطنيه. الكل كان بيامل ان تكون مخرجات هذا الحوار فيها علاج للتحديات اللي بتواجه الوطن ولكل المشاكل اللي بتواجه ويعاني منها المواطن المصري. نعم. لذلك انا معك ان الحوار الوطني كان لابد منه، كان ضروره قصوى، وان اذا كنا احنا حبينا نقول اعظم حدث حدث في عام 22 23 كان هو دعوه الرئيس للحوار الوطني اللي تزامنت معها تشكيل الرئيس مجلس العفو الرئاسي وتوصيه صفها وضم اعضاء جديد. طيب خلينا اسالك سؤال له يمكن صريح شويه يا استاذ ناجي، يعني كثير من التشكيك ظهر مع بدايه الحوار الوطني، تحدث الكثير حول ان كثير من الاحزاب السياسيه الموجوده على الساحه هي احزاب كرتونيه ليس لها واقع على الارض. كثير تحدث عن الاختلافات الواضحه بين هذه الاحزاب وبين رجالها ورجال السياسه، ما يقال عنهم رجال السياسه الان في مصر، والاطياف المختلفه من الشعب السياسي. 13 لجنه من 19 قدروا يقدموا التوصيات في خلال أشهر بسيطة. حالة التشكيك هل ذهبت أم ما زال هناك البعض يشكك؟ لا، حالة التشكيك لم تكن حالة إيجابية ولم يكن لها أساس من الواقع، الحالة السياسية هي أساس العالم كله، هي مواقف سياسية. أحزاب بتعلن موقفها من قضايا معينة، الإعلام بيفرزها وبيكون حولها رأي عام. الأحزاب السياسية ليست أحزاب بتأدي شنط ومساعدات للناس، دي شغلة الجمعيات الخيرية. لذلك من كان يتحدث عن عدم وجود الأحزاب في الشارع المصري، إن أحزاب كرتونية، هو كان متعلقها في ذهني حالة الجمعيات الخيرية اللي تقدم مساعدات للمصريين وخلط بينها بالأحزاب السياسية. أما الأحزاب السياسية المصرية كل طول عمرها أحزاب جادة، أحزاب بتناقش الواقع المصري، بتناقش قضايا الوطن من روح وطنية عالية جدا، وتقدم حلول وتراها من واقع برنامجها هي حلول مناسبه لهذه القضايا. اللي حال التشكيك ديت لم تستمر طويلا، لان حتى اكثر الاحزاب تصرفا اللي هو من الاحزاب المعارضه كانت في البدايه كانت حاطه شروط لكي يشارك في الحوار، وكان الشيء المدهش ان المسؤول عن الحوار اللي هو تم اختياره منسق الدكتور ديار رشوان ممثلا للدولة الرئيسية للاستعلامات وافق على كل هذه الشروط، وتم حتى تشكيل مجلس الامناء مناصره بين الحركه المدنيه وبين احزاب مصر كلها، وحتى تم تقسيم مقرين لجان المقرين لجان المساعدين. يعني كل الاشتراطات اللي كانت ممكن تعرقل بدء حوار وطني جاد تم تسجيلها على مدى عام، تم في بناء الثقه فعلا بين الاحزاب السياسيه المصريه جميعها. لذلك احنا كنا في بدايه جلسات الحوار اللي هي بدات 3 مايو كان في حاله من الترقب، حاله من يعني من كله متاهب لبعضه، الكل بيحاول ينتظر اخطاء الاخرين. بعد جلسه واثنين الكل تحدث تقريبا لغه واحده، يعني لغه الوطن، وما اصبح ما بقاش في اصبح خلاف بين اكثر الاحزاب تصرفا واكثر الاحزاب ولاء. الكل كان دايما بيتركوا في وسط يمثل مصلحة الوطن العربي. طيب بما أن حضرتك رئيس واحد من الأحزاب، يعني خلينا أسألك هذا السؤال، هل الحوار الوطني عبر عن رؤية الدولة وحرص الدولة على تعزيز الحوار مع الأحزاب المختلفة باختلاف أطيافها، وده ظهر وخلق مناخ مناسب يساعد طبعا على الحوار الوطني بشكل عام؟ الحوار الوطني اكل جديد الدولة، اكل جديد وعزم الرئيس وصنوه الرئيس على ان يكون هناك حالة حوارية تكون هي مدخل مصر لتأسيس الجمهورية الجديدة. نعم. الجمهورية الجديدة اللي بيأسسها الرئيس تختلف عن كل الجمهوريات السابقة، انها جمهورية في حالة حوار واسعة وبدون خطوط حمراء وبدون انفصال لأحد، شارك فيها كل الوان الطيف الحزبي والمهني والنقابي والمجتمع المصري. لذلك هي يعني بتاكد ان الرئيس عالم ومصر على عزمه. نعم. وان الدوله عزمه ومصر على عزمها. لا بل لا تكتب بل لا سر اللي قلت لك، ان الرئيس السيسي كان بيتابع جلسات الحوار متابعه دقيقه، بان الرئيس السيسي يعني منح قبله الحياه لهذا الحوار اكثر من مره عندما
رفع عليه مجلس عملاء بطل الاحزاب بمجلس الشرف القضاء على الانتخابات مده اخرى. انت عارف حضرتك ان تبقى للدستور يناير 14 ينتهي الشرف القضاء على الانتخابات عام 2024 يكون 10 سنوات. فالرئيس وافق على الفور وحل الحكومه مشروع وطلب الحكومه تحل المجلس ان هو مشروع قانون يحدث تعديل في قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات لكي يتم مد الشرف القضائي على الانتخابات المختلفه وكانت برلمانيه والرئاسيه ولا محليه. نعم. ولا زال يقول السبب ايضا الرئيس اللي هو اللي كان وراء هذا التقرير الاخير كان هناك راي اخر يقول لك انا مقدم تقرير في نهايه الحوار. الرئيس قال لا ما انتهيته ليه ارفعوه علشان نقدر نحوله الى قرارات تنفيذيه وتعديلات تشريعيه حسب الحاله. ولذلك كان اجتماع مجلس العملاء ولجان صياغه على عجل لكي تصدر صياغتها المناسبه ل 66 قضيه ناقشت فيها مناقشه مستفيضه وطرح فيها الاحزاب والمشاركون من اعلان التصل المصري مهني ونقابي كل ما يعتقده انه صحيح بكل حريه وبدون حدود حمراء. لذلك الحوار كان يا استاذي كان يعني في جو من الحريه لم نشهده من قبل. انا واحد من الناس شاركت في حوارات على مدى 50 سنه. نعم. اول حوار شاركت فيه كان عام 82 كان ده عليه رئيس مبارك كان حول اقتصادي. نعم. واخره كان 2007 برئاسه الاستاذ صفا الشريف. لا هذا الحوار المره هذه المره مختلف عن المرات اللي فاتت. نعم. الحوارات السابقه كانت حوارات اليوم الواحد. حوار حول قضيه واحده. قضيه دعم مثلا في حوار. قضيه كل الانتخابات كان في حوار. انما الحوار المره دي بيشمل محور سياسي ومحور اجتماعي ومحور صحيح اجتماعي. وكل محور من دول يعني احنا بنتكلم في 123 ملف قضايا مختلفه. نعم نعم نعم. انا بشكرك استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه المداخله. وانضم الي الاستاذه ايريني سعيد الباحثه والكاتبه الصحفيه. استاذه ايريني تحياتي واهلا بك. يعني في البداية هسألك برضو السؤال المعتاد، ما رأيك في الحوار الوطني وكيف توصفيه من وجهة نظرك؟ الحقيقة أنه بعد يعني انطلاق هذا الحوار ومنذ رفع التوصيات الأخيرة إلى السيد رئيس الجمهورية كنا بصدد مجموعة من الدلالات ربما أهمها يعني أقدر أقول مش بس جدية هذا الحوار لكن أيضا حالة التنظيم والتعاون والتنسيق واللي جرت بين النخبة السياسية والمتخصصين وذوي الخبرات. عايزة أقول أيضا مجرد الاستجابة لهذه المخرجات من قبل السيد رئيس الجمهورية يمكن بتعكس إرادة سياسية حقيقية. الأمر لم يكن مجرد منصة كلامية فقط لكن فوجئنا باستجابة سريعة أو عايزة أقول مش فوجئنا لكنها كانت متوقعة من قبل السيد رئيس الجمهورية. فبالإضافة لهذه الإرادة السياسية أقدر أقول أيضا بقى عندي آلية مصرية حقيقية وممنهجة فيما يخص التعامل مع القضايا المصرية. الملفت في الأمر أنه الجلسات الحوار لم تنتهي بمجرد رفع التوصيات للسيد رئيس الجمهورية لكنها لازالت يعني متواصلة ولازال هنالك بعض الجلسات العامة واللي من شأنها أنها يعني تناقش بعض القضايا المهمة جدا والملحة ربما في المقدمة منها القوانين الأحزاب وقوانين المجتمع العمل الأهلي أيضا وده مهم جدا. عايز أقول العمل الأهلي مهم جدا على صعيد التنمية المجتمعية. أقول كمان أنه في بعض المخرجات مش المخرجات لكن القضايا واللي نزلت بصدد مناقشة أهمها قوانين الحبس الاحتياطي وقضايا الرأي والإبداع وغيرها من الأمور الخاصة بالمجال الزراعي والمجال الصناعي والاستثمار وغيرها وكلها مهمة جدا وملحة. أعود مع حضرتك مرة أخرى لي رفع المخرجات النهائية وخلينا أكد أن هذه المخرجات كانت مدروسة بشكل قوي جدا حتى أنها مرت أو أخذت في مسارها العديد من الخطوات. يعني بعد رفعها من اللجان النوعية تحركت إلى اللجان المعنية بإعادة الصياغة والتوفيق فيما بينها. الأهم أيضا اللي عايزين نرصده أو نشير ليه هو أن هذه الجلسات في الحوار الوطني كانت مدروسة وبمنهجية صحيحة جدا حتى أنها كانت بتحكمها مجموعة من اللوائح ولم تكن مجرد عبارات مرسلة. تحركت هذه المخرجات وقبل رفعها إلى السيد الرئيس من اللجان النوعية ومنها إلى لجان إعادة الصياغات وحتى لجان مجلس الأمنة ومن ثم تم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية. عايز أقول أنه الحوار الوطني اجتاز أصعب المراحل
الحوار الوطني حتى وإن قلنا بشكل يعني إنه نجح أو إنه اجتاز، لكنه لازالت مهمته مستمرة ولازلنا منتظرين منه المزيد. طيب خليني أرجع السؤال على هذه الـ 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 النقطة يا أستاذة إيريني، واسمحي لي أسألك، يعني أنت حضرتك كلمتي على أن الحوار الوطني، طب إحنا عارفين أن إحنا عندنا ثلاث محاور رئيسية، محور سياسي، محور اقتصادي، محور اجتماعي، كل محور فيه مجموعة من القضايا المهمة اللي بتهم الشباب، بتهم المواطنين. كان بعض الانتقادات اللي وجهت ليها أن مش كل الممثلين في القضايا زي الإعلام مثلا، زي جهات تانية، مش كل الممثلين فيها يعني راعوا فيها جميع الأطياف، تردي على هذه النقطة إزاي؟ هو فيما يخص احنا كصحفيين على مستوى العمل الصحفي، كانت النقابات نقابة مشاركة، التلفزيون والإعلام كان فيه ممثلين، السياسة المحور السياسي وهو كان الأكثر صعوبة شاركوا فيه من كافة الأطياف. خليني أكد لحضرتك إن احنا لازلنا بصدد البيانات النهائية، والسيد رئيس الجمهورية إنه يرفع ويستجيب بهذه السرعة للمخرجات، ولسه هتترفع هذه، هيتم رفع هذه المخرجات الى الجهات المعنيه، سواء البرلمان والمجالس النيابيه او حتى الجهات التنفيذيه. فمجرد الاستجابه لو جاءت بالثمار المرجوه وهو ده المنتظر، مجرد الحلول للقضايا المستعصيه، اعتقد انه ده هيكون ابلغ رد في التشكيك في التصنيف اللي ساهم فيما يخص انطلاق هذه الحوارات. هو طبعا مش تشكيك، بس هو الناس كانت متوقعة ان يكون في تمثيل اكبر، خاصة في الحاجات المتخصصة زي الاقتصاد، زي الاعلام، زي الصحافة، تكون في اطياف مختلفة. يمكن المحور السياسي هو اللي اخذ الثقل الاكتر في التنوع. ده حقيقي فيما يخص المحور السياسي، لان عندي قوانين كانت متوقفه ان كان مباشره الحقوق السياسيه ولا التمكين السياسي للشباب او حتى قوانين الاحزاب. عايزه اقول لحضرتك انه السياسه هي مراه المجتمع، وان كان البعض بيعزف عن هذه السياسه او شايف انها ليست ضمن ضروريات اليوم، وانه الاهم عنده هو المحور الاقتصادي، ان كان التضخم في مفاهيمه البسيطه رفع الاسعار او الغلاء او غيره، الا انه السياسه هي من تحكم وتحدد تحركات المجتمع وتحرك ايضا القاده. نعم. طيب واحد من المفاهيم طبعا كان حقوق الانسان، ويمكن كان اكثر الادله على فكرة الحوار الوطني وحقوق الإنسان هو العفو الرئاسي، تفرج عن 1400 شخص واستكمال لإعادة دمجهم في المجتمع. يعني فكرة العفو الرئاسي وخروج هؤلاء الأشخاص ساعدت الحوار الوطني أنه ياخد زخم حقيقي، وأنه هو الناس تشارك فيه بشفافية أكتر. ما فيش شك ده مصداقية لهذا الحوار حتى قبل الانتهاء منه، مجرد أن يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية، وهو ده المرجو، أن يكون في تنفيذ لآليات هذا الحوار، أو خلينا نقول لمخرجات هذا الحوار، بيضيف لي حالة من المصداقية، حالة من الجدية والالتزام من قبل الأطراف المشاركة، أيضا بيخلي المواطن المصري يبقى متأهب أنه في فعلا استجابة وفي فعلا مشاركة حقيقية من قبل المواطن، لأن المواطن أيضا كان عليه دور، الدور لم يكن من قبل المتخصصين، لكن المواطن كان عليه دور فيما يخص التعاون مع الدولة والإيمان بتحركاتها، خصوصا في ظل ان احنا في مرحلة وتوقيت حرج، حساسية الوقت بتحكمنا بشكل كبير جدا، فمحتاجين تكاتف على المستوى. طيب هو ده هيدخلني على السؤال الأخير اللي احنا النقطة الأخيرة اللي أرجعناها، كيف في رأيك سيستمر مجهود الحوار الوطني؟ هل سيستمر كحوار وطني كما هو موجود بهذا الشكل، ولا هيبقى له آليات تانية؟ سريعا أرجوك. أعتقد أنه الآليات هي في التنفيذ، لو هيستمر هذا الحوار وما سيضيف له فاعلية وجدية هي مدى التنفيذ. التنفيذ عايز اقول لحضرتك ان معظم هذه المخرجات منتظره توافقها والدستور، معظم هذه المخرجات منتظر تنفيذها من قبل الجهات المعنيه، والرائع في الامر او خلينا اقول مدى الفعاليه في هذا الامر هي الاليه الجديده في تناول القضايا، وهي مدى التعامل مع كيفيه التعامل مع القضايا والازمات المالحه، سواء فيما يخص اجراء الحوار والاهم تنفيذ مخرجات هذا الحوار، وهي دي النقطه الاهم. عليه صحيح. حاله من الجديه والفعاليه والانتظار لمخرجات البقيه. ايضا انا عندي لازلت مجموعه من الامور متعلقه بالاحزاب، متعلقه بتشريعات الحبس، تشريعات الحبس الاحتياطي، التمكين السياسي للشباب، وتوطين بعض الصناعات. اعتقد ده هيكون في مغازي او دلالات هائله جدا فيما يخص نتائجه على الاوضاع الاقتصاديه.
أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيريني سعيد الباحثة والكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه المشاركة. دي كانت المجموعة الأولى من اتصالاتنا بالمختصين والمحللين. دعوني أسمع ضيوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أراءهم ومقترحاتهم في هذه القضية الهامة اللي بتمس طبعا الشعب المصري كله. مجموعة من التعليقات وصلتنا، هنقرأ مجموعة منها. دكتور عبد الراضي حجازي، أعتقد لأن جميع مكونات الحوار الوطني من هي كافة الفصائل والشرائح التي تكون المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، معارض مؤيد رؤية الكلمة من كافة زواياها سياسية واجتماعية وكافة طبقات المجتمع، نناقش الموضوع ونتفق ونختلف وتظهر نتيجة حتمية لوجود الاستمرار الحياة الاجتماعية والزراعة والصناعة والتعليم والصحة، وتقف على الصالح العام للمجتمع، تناقض مشكلة عامة وتنتهي بنتيجة مرضية لتعزيز ثقة المجتمع والقوى السياسية باتفاق ودام عزك يا وطن. محمود الضوي، نعم بإرادة حرة مخلصة من القيادة السياسية والسيد الرئيس شخصيا، المشاركة كافة الأحزاب السياسية باستثناء بعض الأحزاب التي تضرر منها الوطن والشعب جراء الأعمال الإرهابية والشعب، وكان الحوار الوطني للأحزاب حوار بناء ودؤوب لاستخراج رؤية وصيغة وتوصيات إلى القيادة السياسية لطرحها على مجلسي الشعب والشيوخ لتنفيذ كافة التوصيات والمشورة التي تصب لصالح الوطن والشعب. فلذلك استطاع الحوار الوطني بناء وتعزيز الثقة بين كافة القوى السياسية برؤية وقرية الطريق والمشاركة مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة التي تليق بمصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وحفظ الله الوطن. أشرف فاروق، كان لازم ولا بد وينبغي أن يتلقى أعضاء وأمناء ومفكري ورموز الحوار الوطني الممتد زمنيا ومكانيا ما يقرب من عامان أو فصل تشريعي وعلى طاولة واحدة، أن يتمخض ذلك عن توصيات وقرارات وأفكار جديدة تخدم الوطن المصري في ربوع مصر وتحدد أولويات العمل الوطني والمشروعات القومية وبرامج التنمية المستدامة للدولة المصرية، وكما وعد السيد الرئيس بالاهتمام بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ التوصيات ووضعها ضمن استراتيجية الدولة للتنمية والنهوض. بشكر كل ضيوفي اللي كانوا معايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، طبعا تعليقاتكم وأراءكم كلها مرحب بيها. انضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ عمرو حسين الكاتب المحلل السياسي. أستاذ عمرو تحياتي وأهلا بك. خير عليك. أستاذ عمرو، يعني عندنا واحدة من اللجان لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني، يعني مجموعة من اللجان المختلفة، في البداية رؤيتك للحوار الوطني، وهل كان ده وقته تحديدا وقت مهم جدا، وسرعة الاستجابة للمخرجات الحوارات اللي أخذت 14 شهر، رؤيتك لهذه المخرجات وهذا الحوار، رؤيتك الشخصية ليه وتحليلك ليه؟ الحقيقة في البداية عايز أوجه تحية تقدير وإعزاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه هو كان السبب الأول في نجاح ذلك الحوار الوطني، بعد ما أكد أمس أنه سيتم تنفيذ جميع المخرجات وفقا للدستور والقانون وصلاحياته، وأحال القضايا والأمور السياسية إلى اللجان المختصة. هو الحقيقة وضع في الأول خطوط رئيسية أنه لا إقصاء لأحد، لا يوجد في الحوار الوطني خطوط حمراء، كان دايما حريص على المتابعة الدقيقة لجلسات القضايا المختلفة في المحاور الثلاث اللي هي المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور المجتمعي، المحاور اللي أكدها وأقرها مجلس أمناء الحوار الوطني استجابة لسيادته في شركة كل مواطن على أرض مصر في بناء مصر. رؤيتي للحوار الوطني، يعني عايز أقول لك نجاح الحوار الوطني أكد على تماسك الجبهة الداخلية وتوافق وتقريب المسافات بين جميع القوى السياسية، وده بنلاحظ به خلال الجلسات العلنية اللي اتذاعت وكل الناس شافتها، وكان فيه شفافية والاستماع للجميع، مساحات مشتركة للكل. في الآخر تم التوصيات دي سوف تصاغ على صيغة مقترحات وسوف يتم تنفيذها كما وعد سيادة الرئيس على الأرض بما يتوافق مع الدستور. طيب حضرتك بتقولي نجاح الحوار الوطني، طبعا هل نجاح الحوار الوطني في ان هو استطاع المصريين ان هم يقوموا بفكرة الحوار، ام بخروج توصيات، ام برفع الرئيس هذه التوصيات للجهات المعنية، ام في النهاية ان احنا عايزين اغلب هذه التوصيات يتم
تفعيلها؟ يعني نقدر نقيس النجاح من انهي جهة؟ نجاح الحوار الوطني نجح في تحديد الملفات ذات أولوية بالنسبة للمواطن أولا وللدولة ثانيا. واهتم بعرض القضايا التي تمس احتياجات متطلبات المواطنين في الشارع، مما انعكس على تطبيق ذلك على المواطن، واللي هيؤدي بالتأكيد إلى نتائج إيجابية وفقا للحوار الوطني. فكرة الحوار الوطني خرجت بتوصيات يمكن تطبيقها فعلا على أرض الواقع. من شأنها ان هي تؤدي في نهايه، يعني طبعا الحوار الوطني مستمر، مش نهايه المطاف اللي هي التوصيات والمقترحات بتاعت امس، لا لسه هيتم مناقشه قانون مباشره الحقوق السياسيه، سيتم مباشره القوانين الخاصه بالنقابات، مستمر، فكره مستمره. نعم. طيب استاذ عمرو، واحد من المحاور والمحاور المهمة اللي بيتعرض لها العالم، يعني يمكن اهتمام المصريين دايما بفكرة الحوار الوطني وغيرها دايما بيكون في اتجاه السياسة، لكن المحور الأهم على العالم واللي العالم كله مهتم بيه واللي دايما بيتكلم عليه السيد الرئيس هو المحور الاقتصادي، الاستثمار، دعم المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب، الخريطة الاستثمارية، يمكن تم التوصية بإنشاء منصة وطنية للاستثمار وهتسهم كل الهيئات الاقتصادية اللي مهتمة بشؤون الاستثمار زي هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة تنمية الصعيد، هيئة تنمية سيناء. هذه واحدة من التوصيات، كيف تقرأ هذه التوصيات خاصة في المحور الاقتصادي؟ ونقدر يشوف المواطن إمتى فعالية هذا الحوار وأن هذه التوصيات تم تطبيقها على الأرض؟ تابعت طبعا جلسات المحور الاقتصادي اللي قدرت تخرج بتوصيات مهمة جدا في تشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمار في مصر. عايز أقول لك أن مصر أرض خصبة للاستثمار بما تملكه من موارد وإمكانيات وسوق كبير يمكن الانتشار فيه واستغلال موارده. عايز اقول لك كمان خلال فتره او عهد فخامه الرئيس شهدت طفره كبيره في الاستثمار والاصلاح الاقتصادي اللي جنينا ثماره، وحاليا عندنا بنيه تحتيه، البنيه التحتيه دي تاهلنا ان احنا نبقى نضاهي الدول الاوروبيه فيها. فموضوع الاقتصادي او المسار الاقتصادي ماشي وفقا ليه الرؤى الاقتصادية اللي حددتها الدولة المصرية، لكن عايز أقول لك إن العالم كله مر بأزمة، أزمة جائحة كورونا، الأزمة الثانية أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، إحنا شفنا اقتصاديات عالمية بتدخل مرحلة الركود. في طبعا كل العالم تأثر بما حدث بسبب تلك الحرب اللي نتمنى تخلص قريبا حتى يتعافى الاقتصاد العالمي. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمرو حسين كاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. وانضم إلي أيضا الأستاذ حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل. أستاذ حازم تحياتي وأهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني خلينا أسألك بما أنك مسؤول عن التنمية المجتمعية، يعني من أول مرة يمكن من زمان ما حدش يتكلم في الثقافة والهوية وفكرة الهوية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية، خاصة ان في ما يسمى الان بصراع الثقافات وضياع الهويات في الدول بالغزو الخارجي. فكرة الهوية المجتمعية واللي حضر طبعا فيها هذه الجلسات عديد من المتخصصين والخبراء، شخصيات عامة، يعني ترى هل هذه القضية كانت من الأهمية لوضعها في الحوار الوطني؟ طبعا، يعني الحوار الوطني في الحقيقه هو فرصه جيده للنقاش. احنا كنا فعلا محتاجين يكون في حوار وطني، ونشكر القاده السياسيه ان يكون في اهتمام كبير فكره الحوار نفسه بحد ذاته، ده يعني حاجه مهمه جدا. كمان فكره التنوع في القضايا والملفات، يعني تخيل لما يكون حضرتك في اكثر من 19 لجنه موجوده وفي كل لجنه بتناقش عدد من الموضوعات، فده يؤكد ان كل الملفات مطروحه وان كل القضايا مطروحه على الحوار الوطني. طبعا في اكثر من محور، في المحور السياسي والمحور الاجتماعي، وطبعا زي ما قلت من شويه فيما يخص الهويه الوطنيه فده في الجزء اللي خاص به الثقافه والهويه الوطنيه. طبعا ده محور مهم جدا لا يمكن يعني ان يتم اللي احنا نغفله في الحوار الوطني، خصوصا ان كمان زي ما قلت شويه عندنا فيه يعني تحديات كتيره، وعندنا فيه مهم اللي احنا يبقى في لينا رؤيه، ويبقى الهويه المصريه تكون موجوده عبر التاريخ دايما نعززها وتبقى متاحه وموجوده. فيما يخص بقى الجزء المجتمعي،
كان في نقاش كبير جدا في قضايا المجتمع المدني والعمل الاهلي، ويعني كانت نقاشات مثمره وبناءه، وتم نقاش حوالين فكره العمل الاهلي، وطبعا شايفين في اهتمام كبير من القياده السياسيه بالعمل الاهلي ودعمه. فالمهم لان المجتمع المدني كمان هو دوره شريك للحكومه في العديد من البرامج والمشروعات، فكان مهم جدا ان يتم النقاش حوالين فلسفه العمل الاهلي والتحديات اللي بتقابل العمل الاهلي فيما يخص قانون الجامعات الاهليه 2019، وفيما يخص بقى عمل الجامعات على الارض، وايه بعض التحديات اللي محتاجين اللي احنا نتناقش فيها ونحاول نطلع بيه توصيات في هذه اللجنه. طبعا خلاص احنا يعني وصلنا يعني بالامس كان في اجتماع لمجلس امن الحوار الوطني علشان بدايه بقى مرحله صياغه المقترحات، ومن ثم رفعها الى مجلس الامنا ورفعها الى القياده السياسيه. في الحقيقه الرئيس قال ان اللي تم رفعه هيتم التعامل معاه، توجيهه للدوله في الجهات الملفات الخاصه، توجيهه للتشريعيه مجلس النواب، يعني علشان لو في محتاجه تشريعات تتعدل. خلينا اسالك هنا على نقطه مهمه جدا، المواطن العادي اللي شايف الحوار الوطني من بعيد، نقدر نقول على هل نجح الحوار الوطني بانشاء الحوار نفسه واستمراره لمده 14 شهر، مشاركه الاحزاب والقوى السياسيه وغير السياسيه المختلفه فيه، خروج التوصيات، ان الرئيس يعني استجاب لهذه التوصيات، وان هو قال ان هو هيرى ما يستطيع في نطاق صلاحياته القانونيه والدستوريه، ولا تنفيذ التوصيات في الاخر. كيف ترى فكره النجاح، او المواطن يرى فكره النجاح؟ شوف حضرتك، هو فيما يخص انعقاد يعني الحوار الوطني، فده في حد ذاته يعني ظاهره جميله، تمام، كنا محتاجينها، ان يكون في نقاشات، في تنوع في الاراء، في تنوع في المتحدثين من جميع الاتجاهات وجميع الاطراف، لان هدفنا في الاول والاخر اللي احنا كلنا هدفنا المصلحه العليا للوطن، وبالتالي كل الحضور في هذه الجلسات هدفهم ان احنا نطلع بتوصيات يتم بلورتها في شكل قوانين او قرارات وزاريه، وبالتالي دي اهميه الحوار. مش كمان يعني احنا حتى لو تابعنا في الماضي في الحوار الوطني في العقود السابقه كان بيبقى حوار وطني فقط، يعني جلسات بتتم وبعد كده الموضوع بينتهي، لكن الجديد في هذه المرحله ان الحوار الوطني هينتج عنه بعض التعديلات التشريعيه، هينتج عنه بعض التعديلات في القرارات الوزاريه، فبالتالي دوت مهم جدا، لان مهم جدا كمان ان يكون الحوار الوطني ملبي لاحتياجات المواطنين. طبعا احنا عندنا بنعيش ازمه اقتصاديه حال مصر حال دول كتير في المنطقه، وبالتالي كان مهم جدا اللي من خلال بعض اللجان اللي موجوده يتم دراسه اثار التضخم وارتفاع الاسعار، وانا حتى شفنا امبارح تصريحات السيد الرئيس في مرسى مطروح كلها بتتكلم حوالين ان احتياجات المواطنين، واللي احنا بنحاول دايما يبقى في تقليل لهذه الاثار تجاه المواطنين، فبالتالي الحوار الوطني بياتي بتلبيه احتياجات بعض المواطنين. صحيح ان في بعض التحديات او بعض النقاشات كانت بتهم القوى السياسيه والاحزاب، زي مثلا قانون الانتخابات، زي دائره اعضاء مجلس النواب والشيوخ، هذه القضايا بتهم فكره الانتخابات الفتره القادمه قائمه نسبيه ولا قائمه مطلقه. دي بعض الموضوعات كانت بتهم القوى السياسيه والاحزاب، لكن هناك موضوعات اخرى بتهم على طب من الموضوعات اللي كانت بتهم الكثير، ويمكن انت صحفي في البدايه يا استاذ حازم، كثير من الجهات المختصة في مواضيع زي الثقافة، زي الإعلام، زي الصحافة، الكثير من المختصين بيقولوا إن هما لم يتم دعوة جميع الأطراف، يعني في أطراف في التلفزيون لم يتم دعوتها، اكتفوا بقنوات خارجية، نفس الكلام في الصحف، نفس الكلام في الثقافة، شايف النقطة دي إزاي؟ شوف أنا رؤيتي، أنا شاركت في الجلسات في لجنة العمل الأهلي والنقابات، وشفت زملاء كتير جدا من مختلف الانتماءات والتيارات السياسيه كانت حاضره، تم دعوه جميع الشخصيات، احنا شفنا يعني وجوه كان بقالها سنين ما كانتش موجوده في العمل العام، شفناها موجوده في جلسات الحوار الوطني تم دعوتها. انا بشكل شخصي راضي تماما عن الحضور، راضي تماما عن الشخصيات اللي تم دعوتها، صحيح ان احنا لن نرضي جميع الاطراف، لكن بنسبه كبيره تم دعوة جميع الشخصيات في الملفات المتخصصة، يعني المجتمع المدني، وأنا كنت عضو في لجنة العمل الأهلي، شفت جمعيات كتيرة جدا كانت مشاركة،
شفت شخصيات كتيرة ليها دور في العمل الأهلي كانت موجودة. في نفس الحال في الثقافة الوطنية كان في نعم عديد من المثقفين نعم والكتاب والمهتمين بالصناعات الثقافية والمهتمين بالإبداع كانوا حاضرين. فأنا نعم بشكل نعم كبير أنا شايف إن الحضور كان تمام إلى حد ما كان كويس. نعم، أنا بشكرك أستاذ حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، شكرا جزيلا على وجودك معانا. بشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا عبر الهاتف من المتخصصين والمحللين، أخذنا هذا الموضوع من جميع جوانبه المختلفة وتحليلهم للحوار الوطني ورؤيتكم في هذا الحوار وفكرة نجاح هذا الحوار الوطني، وحاولنا نوصل هذه الأفكار بجميع أشكالها لحضراتكم. بشكر كل ضيوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي شرفونا بالإدلاء بآرائهم. بشكركم دايما مشاهدينا الكرام على متابعتنا في حلقاتنا من همزة وصل اللي دايما بتدور في فلك حياتكم. بقي لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.